السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفراخ وجمالها؟ بس انا اقول لكم عملناها ازاي. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. انا عندي تتبيله شيش طاووق سهله وبسيطه. عندي هنا علبه الزبادي بالشكل ده، وعندي هنا معلقتين ليمون، وهنا معلقتين زيت. نزل دلوقتي بالتوابل اللي عندنا. عندنا فلفل اسود، وعندنا بابريكا، عندنا شويه جنزبيل وبهارات الفراخ، هنا توم باودر، بصل باودر، شويه ملح والفلفل الاسود. هي دي تتبيله شيش طاووق اللي طعمها تجنن. معلقه دبس رمان كده بالشكل ده. هو تقيل شويه بس كان في التلاجه فبينزل بصعوبه. عندنا شيش طاووق من غسليه بليمون ودقيق وخل اهو، حط عليه شويه ملح. هنقلب دلوقتي الخلطة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ايه خلطة جميلة وريحتها تجنن. علبة الزبادي بيدي للطاووق كده تحس كده ايه الطراوة، ميبقاش ناشف منك اهو بالشكل ده. هننزل دلوقتي شيش الطاووق. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. هنخلط بقى كل المقادير دي مع بعض تتبيله كده مع الفراخ. نقلب دلوقتي كل التتبيله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين التتبيله جميله ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، سهله وبسيطه. المقادير موجوده في كل بيت. ما عندكيش جبس رمان، حطي معلقه عسل اسود، هيديك نفس النفس برضو الطعم بالشكل ده كده. هنقحها في التتبيلة دي حوالي ربع ساعة أو نص ساعة بالشكل ده كده. هتعملها من بالليل يبقى أحلى وأحلى طبعا. شايفين الجمال؟ روعة بجد. كده عندي تتبيلة جاهزة. دلوقتي نقدم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفراخ وجمالها؟ وفلفل الالوان ريحته تجنن. طريقه سهله ما خدش منها وقت خالص بالشكل ده. انا عندي دلوقتي بقى سندوتشات فينو، وعندي مايونيز، وعندي كاتشب. دلوقتي بقى ايه نعمل مع بعض كده احلى سندوتشات. ايه شيش طاووق كده في الطاسة تحفة، من غير خلة ولا حاجة ولا وجع دماغ بالشكل ده. بالشكل ده كده عليها كاتشب. بسم الله. بالشكل ده هنقلب كده دلوقتي المايونيز مع الكاتشب. هنحط هنا مايونيز وكاتشب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبي كده شندوتش بالشكل ده كده. نحط كده بقى ايه الجمال والحلاوة دي كده في سندوتش مع فلفل الوان والبصل. طريقة سهلة وبسيطة ما خدش وقت خالص. شايفين الجمال؟
نعمل كمان واحد مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كده المايونيز والكاتشب مع بعض بالشكل ده، نحط البصل كده، بعد كده تحط بقى الفراخ دي اوراك، ممكن تحط صدور عادي بس الوراك تبقى اطعم في شيش طاووق بالشكل ده كده. لكنها مشوية على الفحم واحلى كمان، شايفين الجمال؟ روعة بجد وريحته قلبة الدنيا. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.